علي عثمان وولاية الخرطوم، مريضة بالمعدة والمرارة. تحكينا بداية عن مرضك. والله هو كان آلام المعدة، يعني كان ألم شديد، يعني حاولت مشيت الدكاترة كتير والله تميت 8 سنة مع المعدة. أيوة بعد شوية اتطورت، يعني بقيت مرارة وحصاوي، وبعد شوية مصرام، وتاني يعني شد عضلي وكده يعني. والحمد لله يعني بدأ تساقط في الشعر يعني من كتر. قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ والله بعد الزواج. والله أعراض شديدة، يعني أنا كنت راكدة يعني في السرير. ما كنت تقوم من السرير نهائي. والله يعني الألم كان شديد. والله كان بيقول يعني بكتيريا، يعني باخد العلاج شهر شهرين ويرد يرجع تاني، برجع الألم راجع تاني، بمشي برجع تاني الدكاترة، غير الدكتور مشي واحد تاني برضه نفس يعني العلاج. 8 سنين ضليت على نفس هذا الحال. أيوة لكن الشهور الأخيرة يعني قلت خلاص يعني مليت، نجرب استسلمتي يعني. أيوة قلت نجرب الأعشاب ونشوف الحاصل. تمام. يعني شفت حالات كثيرة زي هو الحمد لله يعني جبتها، لكن أنا كنت مقتنعة يعني بالهاشمي ده من بدري. أي من أول يوم الحمد لله حسيت إني حأشفى وحأبقى كويسة إن شاء الله. يعني الأولى ما كنت يعني قدرت أوصلتهم، والثانية يعني كنت شوية أحسن، يعني أرسلت واحد جابوا لي، والثالثة مشيت لهم. مشيت يعني جيت كويسة، اتعرفت عليهم، يعني جبت جرعتي. أي كنت بنصحه يعني بالعلاج ده، يعني ناس بتألم كتير والله كلهم يعني وقف. مشينا الدكاترة والواحد يغير من دكتور لدكتور، يبقى كويس شوية وطان يرجع. قلت لهم والله أنا ذاتي جربت، يعني جربوا زي ما أنا جربتها، يعني جربوا إن شاء الله تبقوا كويسين. يعني بس الحمد لله، يعني زمان لا كنت بطلع يعني مناسبات ولا جيران، بس الحمد لله والله بطلع وبمشي وبجي عادية. زمان بجي يعني لو طرحت مشوار بجي تعبانة، بس الحمد لله والله بجي عادية. لقى إنه الحصاوي في البداية بقت نص، يعني هي كانت كبيرة شديد، بقت نص تاني صرف لي الحبوب. قلت لها الحبوب دي بتنزل؟ قال لي لا ما بتنزل، لكن الا فتفت يعني تفتفتها بالليزر او عايزه تعمل عمليه، ما عندها مصير غير كده. قلت لها خلاص كويس ما قلت لها انا شغاله في اعشاب ومشيت. المره الجايه قال لي نزلت الحمد لله. بنشكر الهاشم شديد والله، جزاه الله خير، ما قصر والله.